صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. بداية أسبوع جديد إن شاء الله يا ربي يحمل معاه كل الخير وهدات البال للجميع. اليوم الأحد 5/2/5 شباط، بتجدد معكم اللقاء من برنامج حديث الصباح ودائما عبر شاشتكم الأردن اليوم. مجموعة من الفقرات والتقارير رح نتناولها خلال هالساعة، خلينا نتعرف وإياكم على أبرزها. كالمعتاد البداية مع أبرز عناوين الصحف المحلية والعربية. كيف الأجواء وحالة الطقس؟ بالتأكيد رح نتعرف عليها خلال الحلقة، بالإضافة لحركة السير في العاصمة محافظة. في فقرة حديث اليوم عنا اليوم تقريرين، التقرير الأول مع الدكتور عمر النمري رئيس مكافحة السرطان في وزارة الصحة، وأيضا قصة نجاح مع الأستاذ خليل شاويش حالة مصابة بمرض السرطان. بفقرة الكاريكاتير اليومية زميلتنا ميس العمر محضرت لنا أيضا رسم كاريكاتيري حول هذا المرض. بمفكرتنا اليومية اليوم رح نطلعكم كالمعتاد على أبرز الفعاليات والمناسبات المقامة اليوم. أما فقرة حياتنا رح تكون معنا الأستاذة كلثوم الفاعوري عبر الهاتف حتى تحكي لنا عن مبادرتها معا لدعم مرضى السرطان. وفي نهاية البرنامج موجز للأخبار رح نتعرف من خلاله على آخر التطورات والأحداث المحلية والعالمية. إذن البداية مع الصحافة والعديد من العناوين كانت موجودة في صحفنا المحلية، من أبرزها الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة عمل. عاد جلالة الملك عبد الله الثاني للولايات المتحدة أو من الولايات المتحدة إلى أرض الوطن يوم أمس السبت بعد أن اختتم زيارة عمل للولايات المتحدة الأمريكية. التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعددا من أركان الإدارة. وخلال لقاء جلالته مع الرئيس بتأكيد التقى أيضا مع الكونغرس الأمريكي، جرى التأكيد على أهمية توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وضرورة العمل بشكل مشترك لمحاربة الإرهاب. وفي كلمة لجلالة الملك في حفل غداء تلا إفطار الدعاء الوطني بحضور العديد من القيادات السياسية والفكرية والدينية، أكد جلالته الحاجة إلى تجديد الروابط التي تجمعنا كجيران في هذا العالم. عنوان بارز آخر، وتنفيذا للأمر الملكي الإعلان عن حساب التبرع لصندوق أسر الشهداء لدى البنك المركزي. تنفيذا للأمر الملكي السامي تم إعلان للتبرع على حساب الصندوق، وبالتأكيد هذا الصندوق يدعم أسر شهداء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، وتم رصد مبلغ 5 ملايين دينار من موازنة الديوان الملكي الهاشمي دعما لهذا الصندوق. فقد أعلن رئيس الديوان الملكي الهاشمي عن فتح حساب للتبرع لدى البنك المركزي الأردني باسم حساب صندوق دعم أسر شهداء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية. وخبر بالتأكيد رح يهم طلاب الثانوية العامة وأهاليهم، التربية الانتهاء من تصحيح ولا موعد محدد لإعلان النتائج. أكدت وزارة التربية والتعليم الانتهاء من تصحيح جميع مباحث امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للدورة الشتوية للعام الحالي. وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة الأستاذ وليد الجلاد أن الكوادر المعنية في إدارة الامتحان بالوزارة تقوم الآن بعملية التفتيش والتدقيق والمطابقة لدفاتر الإجابات والإدخال للعلامات قبل الاستخراج النهائي لنتائج الطلبة، مؤكدا أن الوزارة لم تحدد أي موعد لإعلان النتائج.
وإلى بعض الأخبار العالمية ويعني مجموعة من الصحف العربية، ونبدأ بعناوين الشرق الأوسط. القضاء الأمريكي يجمد قرار حظر السفر، وعنوان آخر في الشرق الأوسط: ترامب يغازل وول ستريت بتحرير القطاع المصرفي. من الشرق الأوسط إلى عناوين الحياة: الحرس الثوري يهدد أمريكا بسيل من الصواريخ، إيران تتحدى العقوبات، وواشنطن تعتبرها أبرز دولة راعية للإرهاب ولا ترى حاجة لتعزيز قواتها في المنطقة. وأيضا عنوان يتعلق بقرار حظر الهجرة: بتأكيد ترامب ينتقد رأي القاضي ويعني ينعته بالسخيف. ومن الحياة إلى الاتحاد الإماراتية: الإمارات تتكفل بعلاج جرحى يمنيين بالدولة، محمد بن زايد: مصر البعد الاستراتيجي لعالم عربي لا يقبل التدخلات. بعد الفاصل مشاهدينا رح نتعرف وإياكم على أجواء حالة الطقس. إذن كيف الأجواء، كيف الحالة الجوية لليوم؟ تكون الأجواء نهارا حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة. الأجواء بشكل عام باردة في المناطق الجبلية ومناطق البادية والسهول، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت مع ظهور كميات من الغيوم عالية الارتفاع. الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. أما في فترة المساء الأجواء باردة جدا في المناطق الجبلية ومناطق البادية والسهول، وأيضا يعني قد تكون أو هي ستكون باردة في الأغوار والبحر الميت. الرياح خفيفة متغيرة الاتجاه. في ساعة الليل أيضا يتشكل السقية فوق المناطق الجبلية والبادية والسهول والأغوار الشمالية. مشاهدينا قبل ما ناخذ فاصل بس بنحب نذكركم انه ايضا هاي الحلقه مسجله لايف على صفحتنا على الفيسبوك الاردن اليوم. يعني نتمنى بالفعل انكم تتابعونا. يمكن هلا يعني المعظم عم بيحضر حاله ان شاء الله لبدايه اسبوع عمل مهمه. على العموم تابعونا على الفيسبوك لايف. بنرجع واياكم بعد الفاصل وفقره حديث اليوم.
إذن مشاهدينا رح نتابع بفقرة حديث اليوم تقريرين. التقرير الأول رح يكون عن اليوم العالمي للسرطان، يعني هو بمثابة تظاهرة سنوية بنظمها الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان دائما هذه الأيام العالمية لزيادة التوعية في قضايا ملحة، وبالتأكيد لم نتحدث اليوم نحن عن مرض السرطان، يعني الله يشافي جميع الأشخاص المصابين فيه والله كمان يبعد شبحه عن الآخرين، ولكن نحن بحاجة بالفعل لزيادة وعي مهمة في هذا المرض وأعراضه، طرق الوقاية منه، طرق العلاج النفسية وأثرها في زيادة المناعة لمقاومة ومكافحة المرض. السرطان بالتأكيد لا يساوي الموت، فالقوة الحقيقية التي يمكن أن تحمينا في مواجهة شيء كالسرطان هي ممارسة الحياة بشكل طبيعي جدا، كأن ما نعاني منه ليس سوى مرض عابر يمكن أن يصيبنا في لحظة وإن شاء الله يتركنا في لحظة أخرى. رح نتعرف أكثر على اليوم العالمي مع دكتور عمر النمري. هلا اليوم العالمي للسرطان هي اللي تبنته في شيء اسمه الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان أو اليونايتد يو اي سي سي، ومقره في سويسرا أتوقع في العام 95-96، يعني زي اجتماع صار وانبثق عنه أنه احتفال أو يكون في مثلا يوم للاحتفال بمرضى السرطان ودعم مرضى السرطان ومساعدة مرضى السرطان. هلا أهم شغلة في الوقاية من السرطان هي المعرفة أو الوعي. السرطان موجود، يعني سواء أبينا أو رفضنا موجود، بينما إذا أنت بيكون الوعي عندك في المجتمع عالي والناس بتعرفوا على عوامل الخطورة بصير احتمالية الإصابة أقل أو ممكن أنها تخفض من خلال الوعي والوقاية، أنه إذا بتعرف أنه التدخين مثلا هو مسبب للسرطان ممكن أنك تعمل حملات التخفيف من التدخين أو منع التدخين، شغلات زي هيك. السمنة مثلا، الأكل الغير صحي، عدم وجود نشاط بطني يعني جيد للإنسان، كل هاي الأمور ممكن أنها تكون عوامل بيئية، بالإضافة إذا كان في عنده استعداد وراثي نوعا ما، فكل هاي الأمور ممكن تؤدي للإصابة بالسرطان. فكان الاحتفال بالرابع من شهر شباط كل عام من خلال تجمع دولي يعني دعمته منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى العديد من الجمعيات غير الحكومية، وكان كل سنة يكون في زي شعار مثلا إنه نقاوم السرطان، نحارب السرطان، الكشف المبكر يحمي الحياة أو يطيل الحياة، الكشف المبكر ينقذ الحياة، وآخر يعني شعار لمنظمة مكافحة السرطان اللي هو اعتمدوه في العام 2006 ولمدة 3 أعوام، أتوقع 2016-17-18، اللي هو وي كان اي كان، اللي هو ترجمته يعني نحن نقدر وأنا أقدر. والمطلوب أو المفروض من هذا الشعار إنه يعني إحنا على مستوى مؤسسات أو حكومات أو هيئات دولية أو خيرية إنه نعمل جهود معينة لمكافحة السرطان، ولا تنحصر هاي فقط على الحكومات أو الهيئات الدولية، أيضا تبعوها في ICANN. أنا ICANN كفرد، يعني أنا كشخص ممكن أني أعمل إجراءات معينة تكون أو نتيجتها تؤدي إلى خفض معدلات السرطان أو الوقاية من السرطان أو خفض الوفيات من السرطان. يعني كفرد ممكن أنا أنشر وعي، أعمل بوسترات، ممكن أعمل حملات، أي نشاطات ممكن تزيد الوعي في هذا المجال. مرض السرطان أو أمراض السرطان يعني تعتمد على عوامل متعددة، يعني ما في سبب واحد معين ممكن يسبب السرطان، زي أي نحكي زي جرثومة السل ممكن تسبب مرض السل. مرض السرطان بيحكوا له هو مالتي فاكتوريال كوزز، يعني عوامل متعددة بتدخل فيها من الوراثة إلى يعني عوامل الخطورة، البيئة، الأكل، الطعام، السمنة، التدخين، يعني أمور كثيرة زي هيك. وللأسف يعني كل ما الإنسان عاش عمر أطول بيكون بتعرض لهذه العوامل أكثر، فاحتمالية الإصابة بالسرطان بتزيد مع تقدم في العمر. ففي العالم الغربي نوعا ما بتلاحظ أنه معظم مرضى السرطان يعني الفئات العمرية 50-60 أو أكثر، يحكي 60-70 أو شغلات زي هيك. إحنا في البلدان العربية يعني التركيبة السكانية نوعا ما فتية أو صبية، فأمراض السرطان للأسف برضه عم بصير عندنا بفئات عمرية أقل عمرا، يعني بالأربعينات بالخمسينات
وهذا عمر بيكون يعني هو عمر العطاء للشخص، يعني بيكون موظف، بيكون طبيب، بيكون مهندس، بيكون مزارع، أي عمل بيعمله هو بيكون في مرحلة أوج إنتاجه. فلما ينصاب بهذا المرض طبعا راح يأثر عليه كشخص، كعائلة، وكمجتمع، وكاقتصاد. مرض السرطان زي ما تفضلتي انه منتشر او موجود في العالم، يعني في ارقام طبعا هي دائما من خلالها ممكن نعرف مثلا حجم المشكلة، وبرضه من خلال الارقام ممكن نعرف كيف اذا عالجنا المشكلة شو النتائج تبعتها. نحكي عن الاردن، احنا كاردن عندنا في الاردن في السجل الوطني للسرطان، هو سجل وطني بيسجل حالات السرطان المكتشفة في الاردن للأردنيين وغير الأردنيين، يعني كافة الفئات العمرية من العمر اليوم لأي عمر عندنا في الأردن فوق 100 سنة ممكن أو الأعمار الأخرى. وطبعا فترة التسجيل بتكون لسنة أو عام، فكل سنة بيصدر تقرير عن وزارة الصحة اللي هو التقرير السنوي لوباءة السرطان في الأردن، وبعطينا أرقام وأنواع السرطانات الموجودة وتوزيعها الجغرافي وتوزيعها بين ذكور وإناث، وتوزيع حسب أمراض السرطان نفسه. حسب التقرير الأخير اللي نشر من وزارة الصحة عندنا حوالي 8700 حالة سرطان جديدة. هلا من هدول في عندنا حوالي 3400 حالة وأكثر شوي بين غير الأردنيين. وغير الأردنيين نحكي مثلا ممكن غير أردني عايش في الأردن أو غير أردني إجا يتعالج عندنا في الأردن في هاي الفترة اللي إحنا بنحكي عنها. وعندنا حوالي 5400 حالة بين الأردنيين المقيمين هون كأردني أو يحمل رقم وطني نحكي. طبعا بمختلف الفئات العمرية مختلف أنواع السرطانات. مشاهدينا، بعد هذا التقرير المهم مع الدكتور عمر النمري رح نكون مع يعني تقرير آخر وحالة للأستاذ خليل الشاويش. طبعا يعني خليل قد يكون أو قد تكون شهادتنا في مجروحة، هو مصور فوتوغرافي مهم ولكن بالفعل أصبح نجم على صفحات التواصل الاجتماعي من كمية الإيجابية والقوة والعزيمة اللي بيبثها في نفوس الكثيرين، ليس فقط من يعني الأشخاص المصابين بمرض السرطان ولكن بشكل عام. إذا انتصار المريض على المرض بالفعل، يعني هذه يعني أمور بحاجة للكثير من الإيمان والإيجابية، وأيضا يعني بيواجه المريض الكثير من العقبات والتحديات. ولكن خلينا نشوف مع خليل شاويش أهم الرسائل اللي بيوجهها اليوم لحول هذا المرض وأيضا للأشخاص المصابين فيه. أنا إنسان طبيعي وزي زي أغلب الناس اللي مو مستحيل اللي يخطر على باله بيوم من الأيام إنه يكون مريض سرطان أو عنده سرطان، وهي من المشاكل اللي إحنا بنتعامل فيها مع المرض، إنه هو مرض مستبعد عن الإنسان أو ما حوله من قرائب. يعني ممكن إنسان يفكر أي إنسان يكون معه سرطان إلا هو أو الناس اللي قرايبين منه أو اللي بيحبهم. فبكل بساطة أنا إنسان طبيعي نوعا ما، بطلع هايكينج، بمشي، مش رياضي صرف، ولكن يعني نوعا ما انه انسان عايش حياته الطبيعيه وعندي مجالات رياضيه. فاصابتي بدات انه بعضله الفخذ، بدا يطلع عندي زي تشنج، انه حسيت في تشنج بالعضله، ما اخذت فيها كثير لمده اسبوع 10 ايام، انه ممكن تكون از ستيف او شد عضل او شيء مثل هيك. بعد هيك كبرت شوي، صار في ماس، صار في زي كتله في العضله. فاكيد الواحد يراجع الاطباء، طبعا هذا كله نحكي احنا باقل من شهر، يعني لانه نوعا ما هو الساركوما شرس شوي وسريع، فما في مده طويله كان في الموضوع. فرحت فحصت عند دكتور، وبعدها صورت صور اشعه وصورت صور ام ار اي اللي هي الرنين المغناطيسي، واخذنا خزعه بايوبسي حتى نفحصه، فتبين انه هو سرطان ساركوما في العضله، سرطان انسجه. بعد هيك بدات موضوع انه نتعايش مع المرض، وهي شغله كثير مهمه. فاول خطوه حكيتها انه الواحد دائما هو بيستبعد المرض، وبتصير مفارقات الواحد يفكر فيها، مثلا انه انا طبيعه شغلي بخلده، شريكي بشارع الجامعه، بيتي بتلاقي علي، فيوميا انا بمر من قدام مركز الحسين لمده 4 5 سنين، فما عمره واحد يفكر انه يكون هو نزيل في المركز. فهاي مفارقات الواحد يصير يفكر فيها، انه يوميا انا بشوف مرضى سرطان، يوميا بشوف المركز، يوميا بشوف مراجعين، ويوميا بمر من امامه، لكن ما بعمري فكرت انه انا اكون نزيل في المركز. فبدت موضوع انه كيف نتعالج وكيف تكون خطه التأقلم أو التقبل للمرض، والحمد لله يعني هاي نعمة من رب العالمين هو التقبل، إنه تقبلت المرض بشكل طبيعي لعدة أسباب.
المشكلة عندنا احنا غالبا الخوف من المرض بيرتبط بأكثر من شغلة. أول شغلة انه مثلا سرطان في موت، أو سرطان ما في علاج، أو سرطان مرض صعب، فهي الشغلات هي اللي بتصعب موضوع انه الإنسان يتقبل أو ما حوله يتقبلوا انه هذا الشخص عنده سرطان. لكن بكل بساطة يعني الواحد لو يفكر فيها من أي معتقد ديني، الأعمار بيد الله. فهي أول شغلة الواحد يفصلها، إنه ممكن تكون مريض سرطان لكن تموت بجلطة، ممكن تكون مريض سرطان يصير معك حادث تموت، ممكن تكون مريض سرطان وما تموت. فربط موضوع الموت بالسرطان هاي أول شغلة الإنسان يستبعدها، بيرتاح 80% من الموضوع. الشغلة الثانية كمان التعامل بالجسم والسرطان، إنه السرطان مش فيروس ولا حد نقل لك إياه ولا حد دخله جسمك. السرطان عبارة عن كروموسومات ودي إن إيه عم تشتغل بجسمك وعم تعمل خلايا سرطانية داخل الجسم، فهو شيء من داخل الجسم فعلاجه من داخل الجسم. فتقبله هو أساس أنه أنا إشي جوا جسمي مش إشي أجاني من برا، فبدأ أعرف كيف أتعامل معه جوا جسمي من ناحية الحالة النفسية، من ناحية التقبل، من ناحية الأكل، من ناحية العلاج، من ناحية القناعات. فهي كمان شغلة كتير مهمة. الشغلة الثانية كمان من أمور التقبل اللي هي كمان من ناحية دينية، أنه هو ابتلاء، ومن أعظم الشغلات في الإنسان أنه يبتلى، لأنه يعني كما هو معروف بالحديث وبالقرآن الكريم أنه الصابرون يوفون أجرهم بغير حساب. فهي شغلة كتير مهمة. فمجرد تفكيرك أنه هو ابتلاء من رب العالمين، فأنت بترفع على حالك درجات وعم تصبر وعم تأخذ حسنات وعم تكفر ذنوب. فهي كمان شغلة إيجابية، يعني الواحد يفلسف الموضوع شوي من ناحية دينية، من ناحية نفسية، من ناحية فلسفية، كيف يتعامل مع المرض. مش موضوع انه والله انا صار معي سرطان معناته انا الدايركت واي حتى اتوجه اليه وافكر في انه في موت او في علاج صعب او في انه مثلا ما في علاج او ممكن استمر او الى اخره بالامور. هاي كلها وارده، احنا ما نعيش الحياه السعيده بالسرطان. السرطان مرض صعب ومش سهل، وعلاجه خاصه بالكيماوي متعب وفي له كتير سلبيات، ولكنه في النهايه مرض لا يرتبط بالموت. اذا مات الانسان معه سرطان لانه اجله ومعه سرطان، مش انه السرطان قتله. هاي شغله يعني الواحد ينتبه عليها. فهذا كان تقبلي للمرض، والحمد لله يعني ماشي مع المرض هاي اللي حوالي 8-9 اشهر ماشي معه بالعلاج الكيماوي. وشغله كثير مهمه كمان انه بالعلاجات وبالثقافه تاعت العلاج، هاي كمان عندنا مشكله كثير كبيره، انه الانسان ياخذ قراره من البدايه، انا بدي اتعالج كيماوي، بدي اتعالج طب بديل، بدي اتعالج اشعاعي، بدي اتعالج عند طبيب فلاني، بدي اتعالج عند مركز فلاني، ياخذ قراره ويستمر. لانه انا لو بس بدي اعمل من المسجات اللي بتوصلني والنصائح بعمل كتب، الكل بفتي، الكل بيحكي لك خذ العشب الفلانيه، الكل بيحكي لك اعمل كذا، الكل بيحكي لك روح راجع الفلاني، الكل هاي كلها 99.9 خزعبلات، لانه ما في شيء موثق علميا. والمشكله عندنا انه البروباغندا اللي بتصير اعلاميا انه اي ويب سايت بده فيوينج وبده لايكات، فبحط موضوع علاج للسرطان، فبتلاقي مليون واحد دخل على الويب سايت. في المقابل الناس تتعاطف مع المرض، فبتلاقيهم كلهم على الاس ام اس وعلى الواتساب وعلى اخره بصيروا يبعثوا تعاطفا انه والله عشان مرضى السرطان هي علاج، بس فعليا ما في هذا الشيء. وما في شيء بالعالم اسمه علاج للسرطان، لانه السرطان كذا الف نوع وكذا ألف حالة، وكل إنسان حسب انتشاره وحسب تقبل الجسم في حالة مختلفة. فما في علاج اسمه سرطان، في مثلا علاج يساعد للقولون، في علاج يساعد لسرطان الرئة، في علاج ممكن مع الكيماوي يحسن مفعول الكيماوي، في أعشاب ممكن ترفع المناعة، تمام. بس ما في إشي اسمه والله عشب الفنية علاج للسرطان. أنا كمريض سرطان ومجرب، مركز الحسين من أهم المراكز عالميا في علاج السرطان، وأنا بتعالج في مركز الحسين، ورسلت مراكز بألمانيا وبسويسرا وعرضت عليهم حالتي، فكان البروتوكول نفس البروتوكول اللي ماشيين عليه في مركز الحسين، فهو علاج بروتوكولي عالمي للمرض الموجود عندي. يعني ما حد حكى لي خذ شيء زياده او غير، والكل اشاد ونصح انه استمر مركز الحسين. فعنا مركز الحسين من اهم المراكز لمرضى السرطان. يعني ما شاء الله عليه الأستاذ خليل الشاويش، يعني كم الطاقة الإيجابية اللي بالفعل بثها من خلال هذا التقرير يمكن كبيرة جدا. يعني حتى الأسلوب اللي بتحدث فيه، يعني مقاومته، نضاله، تقبله للمرض، يعني كلها بالتأكيد أمور بتساعد جدا المرضى. وما بدنا ننسى أيضا أهمية دعم المحاطين بالمريض للمريض نفسه. يعني كمان نحن بحاجة للكثير من الطاقة الإيجابية اللي تكون من العائلة الداعمة للمريض. يعني بدنا نبتعد تماما عن السلبية، نتحدث معهم بأمور الحياة الطبيعية. ويعني في قصص نجاح كبيرة جدا، وبالفعل يعني احنا بالنهاية موجودين في بلد الحمد لله رب العالمين حتى طبيا يشهد له. يعني عندنا مركز الحسين للسرطان وفاخر به الدنيا، وان شاء الله يا ربي الله يبعد هذا الشبح عن الجميع ولكل الأشخاص اللي ابتلوا بهذا المرض. وكتير حبينا كيف الأسلوب اللي حكى فيه خليل إنه هذا ابتلاء، معناته ربنا بيبتلي عادة الأشخاص اللي
بحبهم، يعني الأشخاص اللي بيميزهم، لكل الأشخاص اللي بالفعل ربنا امتحنهم بهذا المرض، الله يقويكم وإن شاء الله بتنتصروا بالتقبل والإرادة والإيمان على مرض السرطان. فاصل مشاهدينا، نرجع وإياكم للمفكرة اليومية. تقيم فرقة الأحفاد مسرحية بمناسبة إعلان عمان عاصمة إسلامية برعاية وزير الثقافة نبيه شقم وبحضور نقيب الفنانين. الحفل الفني الذي يتضمن عرض مسرحية هذا أنا، وذلك على مسرح أسامة المشيني في جبل الويبدة في تمام الساعة 7 مساءً. ضمن أمسيات نشاط كتاب الأسبوع، تستضيف دائرة المكتبة الوطنية الدكتور عمر الفجاوي للحديث عن كتابه أولئك أبائي، تراجم أهل الأردن المنسوبين إلى المدن الأردنية في المصادر التراثية، وذلك في الساعة 6 مساءً في قاعة الاحتفالات الرئيسية في عرجان. بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين 55، يقيم متحف السيارات الملكي معرض الدراجات الأول من نوعه في المتحف، وذلك في حدائق الحسين شارع المدينة الطبية من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 7 مساء، ويستمر المعرض حتى 10 فبراير. تقيم مكتبة درب المعرفة للأطفال واليافعين جلسة قراءة قصصية لمجموعة قصص البيانو السحري للكاتبة سيرين أحمد الغصاونة، وذلك في مؤسسة عبد الحميد شومان في جبل عمان في تمام الساعة 4:30 مساء. يقام في The Good Book Shop لقاء مفتوح يجمع مجموعة من الحكواتية الهواة والمحترفين، يتخلله عروض قصيرة وحوار مفتوح، وذلك في مقر The Good Book Shop بجبل عمان في الساعة 6 مساء. ومشاهدينا فاصل ومنكون وإياكم مع الكاريكاتير ودائما مع زميلتنا ميس العمر. إذن مشاهدينا، من الكاريكاتير إلى مقالنا لليوم، واخترنا لكم اليوم من صحيفة الرأي مقال للكاتب طارق مصاروي بعنوان الحل الفلسطيني مؤجل. فبدأ مصاروي مقاله بالقول أنه ليس من المستبعد أن تلعب الإدارة الأمريكية لعبة القدسين، القدس الغربية، وقد بصمنا نحن كلنا بما فينا منظمة التحرير الفلسطينية أنها غير محتلة وأن لا مطالب لنا بها، والقدس الشرقية التي نطالب بها على اعتبارها محتلة طازجة عام 1967، وهي التي نقول أنها ستكون عاصمة فلسطين بعد زوال الاحتلال وإقامة الدولة العتيدة. ففي القدس الغربية يوجد الكنيسة ورئاسة الحكومة الإسرائيلية، وبناء السفارة الأمريكية المقترحة موجود هو الآخر فيها، ولأن إدارة الرئيس ترامب تعرف حجم التعقيدات التي تحيط بإسرائيليتها، فإنها أجلتها من أجل اجتراح صفقة من المؤكد أنها ستبقى ضمن المعادلة التالية: الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل ووقف تدفق قرارات الاستيطان في الضفة الغربية. قد تكون
أكثر حروب الشرق الأوسط وحلوله السياسية مؤجلة بانتظار حرب الإدارة الأمريكية على إيران، أو أن كل الحروب ستكون جزءا من هذه الحرب في اليمن وفي سوريا وفي العراق، وكل شيء سيتوقف على حجم اللعبة الروسية ببدايتها العجيبة التي جعلت من ترامب حليفا ومن أوباما مهزوما، قلص حجم العظمة الأمريكية التي يريدها ترامب أن تعود ولو بالتحالف مع الروس. الموضوع الفلسطيني مؤجل، ونتنياهو سيسمع في واشنطن ما لا يرضيه. إذن مشاهدينا، بعد الفاصل بنرجع معكم وبفقرة حياتنا ومبادرة مهمة معا لدعم مرضى السرطان. إذن أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا في فقرة حياتنا لليوم. رح نتحدث وإياكم على مبادرة معا لدعم مرضى السرطان. هذه المبادرة تأسست من 8 سنوات لمنح بصيص أمل للمرضى وحتى تدعمهم بالفعل نفسيا ومعنويا، وحتى تكون حلقة وصل ما بين المرضى والمتطوعين وتقوي عزيمتهم، ترفع من معنوياتهم من خلال الأنشطة والزيارات والتواصل عبر المجموعة وعبر أيضا زيارات خاصة. هي بمثابة رابط تواصل طبي ما بين المريض والطبيب من خلال توصيل أي استفسار طبي علاجي للمرضى. للحديث أكثر حول هذه المبادرة رح تكون معنا وتنضم لنا عبر الهاتف مؤسسة مبادرة معا لدعم مرضى السرطان كلثوم فاعوري. يسعد صباحك. صباح الورد. صباح الخير. كيفك يا كلثوم؟ أهلا وسهلا فيكي. الله يخليكي. تمام الحمد يعني لله. ما شاء الله عليكي، احنا متابعينك ومتابعين نشاطاتك عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بدايه طمنينا على الوالده، ان شاء الله امورها افضل، ويمكن هاي المبادره يعني فكرتي فيها لما الوالده اصيبت بمرض السرطان. نعم. اول شيء صباح الخير على المستمعين جميعا، كيف حالك ثناء؟ الحمد لله. الله يخليكي. احنا مبادره شبابيه تطوعيه صراحة. انطلق هذه المبادرة يعني بعد ما الوالدة الله يخليها ويطول عمرها أصيبت بمرض السرطان، وبعد ما أنا شفت الجهل بهذا المرض والخوف منه وعدم حتى الحكي عنه أو تسميته بهذاك المرض، فيعني حبيت أني أنا أقوم بعمل أقدر أخدم في الناس، أقدر أوصل للناس، أقدر كل حلقة توصل بيني وبين المريض والطبيب، بيني وبين المتطوع والمريض، بحيث أنه نقدر نعطيهم شوية أمل، شوية ثقة، شوية دعم نفسي أنه نحن معكم، نحن موجودين، نحن قادرين نحارب هالمرض، نحن يعني الحمد لله عنا عزيمة وعنا إصرار أنه نوقف على إجرينا، وأنه الموت يعني المرض مش موت، وأنه إحنا نقدر نقاوم، نقدر الحمد لله أنه نسيطر على نفسنا ونسيطر على حياتنا، وأنه نعطي لها أكثر وقت ممكن. نعم، يعني بالتأكيد من خلال المبادرة والأنشطة والزيارات الكثيرة اللي بتقوموا فيها حضرتك. نعم. ومجموعة من المتطوعين تعرفتوا على العديد من النماذج، العديد من قصص النجاح، شفتوا أيضا يعني الكم الإنسانية الكبير اللي موجود بمركز الحسين للسرطان وكل من يعني يتعاطف مع المرضى. يعني منحب نسمع منك هيك رسائل إيجابية، يعني إذا في قصص نجاح بالفعل شفتيهم سواء يعني أطفال أو كبار، يعني احكي لنا عنهم، عن نفسياتهم، كيف بالفعل عم تستطيعوا من خلال هذه المبادرة رفع معنوياتهم؟ صحيح جدا، يعني في حالات كتير كانت مثال يعني يحتذى به، وأكبر مثال الحمد لله أنا بعتبرها أمي الغالية الله يخلي لي إياها، يعني لها 10 سنين هي تقاوم المرض وما هيك لساتها عزيمتها قوية وإصرارها قوي، نفسيتها جدا عالية حتى كشكل ما بتحس إنها مريضة. برضو نحن كنا نتعامل كتير مع أطفال يعني محاربين، نقول عنهم محاربين صغار شجعان، بيروحوا على المستشفى يعني بابتسامة عريضة بتفاؤل بأمل، كانوا يعطونا نحن الأمل يعني طبعا. لما نروح معهم نحكي معهم نشوف ابتسامتهم، نشوف يعني حتى بيكون عم بياخذ جرعة الكيماوي و...
ولا كأنه في عندهم أي مرض ولا كأنه عندهم أي مشكلة، بالعكس كانوا هم يعطونا الأمل، كنا نحن نوقف معهم نسمعهم ندعم أهليهم نحكي معاهم، يعني يحسوا أنه لسه الحمد لله الدنيا بخير، لسه في أمل، لسه في مقاومة، في يعني في هذيك الروحانية بالكينونية والدفاع عن النفس بالحياة، وأنه لا نحن بدنا نعيش، نحن بدنا نقاوم. فجد الحمد لله يعني أنا آسفة، ذكرتي حضرتك أيضا يعني قدي مهم الإيجابية والتقبل، ويعني يمكن حتى بنعرف نحن على مستوى شخصي جميع الأشخاص اللي بالفعل يعني تقبلوا هذا المرض، حتى أعراض العلاج الكيماوي ما بيستشعروها أنها كتير مزعجة. هل بالفعل لمستي هذا الموضوع؟ يعني هل الإيجابية والتقبل أيضا ترفع من أو بتزيد بتقوي من المناعة، وبالتالي يعني حتى الأعراض بتكون أخف على المريض؟ طبعا الدعم النفسي كان هو احنا اهم احد يعني اسباب المبادره، لانه ما حدا كان بيتطرق لهذا الموضوع. يعني احنا مثلا اخذناهم للاطفال، كنا نطلعهم يزرعوا شتلات باساميهم كدعم نفسي لهم، وكان بالفعل ياثر ايجابيا على العلاج، كان ياثر على مناعتهم ترتفع، كانوا يستنوا اليوم واللحظة للنشاط أو للزيارة اللي إحنا نقوم فيها. فهذا إشي طبيعي، يعني حتى إشي يعني علمي، هلا في كتير أطباء بيشتغلوا على الطب النفسي للطفل أو للمريض بشكل عام، أو حتى لما يبدي يأخذ الجرعة بعد الجرعة أو قبل الجرعة، فكان كتير تفرق عندهم، يعني يفرق نسبة المناعة عندهم ترتفع تكون عالية جدا. نعم، كم تقريبا عددكم يعني مثلا كمتطوعين؟ وأيضا دائما قضية التمويل قد تكون يعني الأصعب فيما يتعلق بالمبادرات، بالرغم أنها مبادرات خيرية يعني بتطلع وتنبع من داخل الإنسان، ولكن الاستدامة التوسعة أيضا أو توسيع هذه المبادرات بحاجة إلى دعم. فنتحدث عن عددكم، وهل بالفعل هناك أشخاص عم بمولوكم ولا هي مبادرات ذاتية فردية بحتة؟ والله هي مبادرة ذاتية تطوعية، بس لأنها الحمد لله لها يعني سنين طويلة، تقريبا 8 سنين، فالعدد عم بيزيد لحد الآن. نحن تقريبا 6000 شخص كأعضاء متطوعين، نحن أكثر من 100 شخص ملتزمين معنا، هدول دايما موجودين فقط بمركز الحسين للسرطان ولا بي أنا آسفة على المقاطعة ولكن مهم فقط بمركز الحسين للسرطان ولا بشكل عام يعني مرضى السرطان؟ لا، مرض السرطان بجميع المستشفيات، يعني ليس مركز الحسين، لأنه موجود في مستشفى راني ومستشفى الجامعة، حتى مستشفى الملك عبد الله في عدد لا بأس به. وإحنا بندعمه، ونحن حتى وسعنا نطاق العمل، يعني يعني أطفال ككل، يعني ذوي احتياجات خاصة وأمراض توحد وأيتام فقراء. نعم، يمكن يعني صدقا احنا شاكرين جدا لتواصلك معنا باخر ثواني، ما بعرف اذا رسالتك معنا كلثوم، بنحب نعرف كيف ممكن الاشخاص يتواصلوا معكم سواء للدعم او لي يعني طلب المساعدات او يعني الافكار او الرسائل الايجابيه اللي انتم بتبثوها. الله يسعدك، شكرا لك. التواصل رح يكون عبر صفحتنا على الفيسبوك اللي هي اسمها معا لدعم مرضى السرطان، واحنا يعني الوحيدين على الفيسبوك هيك اسمنا، فبقدروا بكل سهوله يلاقونا. وبالنسبه للدعم اكيد لما يفوت على صفحتنا ويشارك معنا، لانه احنا عندنا مرضى كثير على الصفحه، يعني مشاركته بحد ذاتها هي دعم نفسي ومعنوي لجميع المرضى. شكرا جزيلا لحضرتك كلثوم الفاعوري، مؤسسة مبادرة معالي دعم مرضى السرطان. يعني الله يقوي الوالدة ويشفيها ويشفي جميع المرضى. بعد الفاصل مشاهدينا بنرجع وإياكم ومنتابع حركة السير في عمان محافظة العاصمة. إذن كاميرا حديث الصباح اليوم متواجدة بمنطقة راس العين، خلينا نتابع وإياكم الأجواء. يعني حركة سير طبيعية بالرغم من أنه هلأ الساعة يعني يمكن 8:15، عم نتابع حركة السير وكالمعتاد ما بعرف يعني زميلنا المخرج بده يحط لنا بالتأكيد يعني صوت فيروز. جيب لي سلام عصفور الجلال،
اذا تابعنا واياكم يعني حالة السير من رأس العين باتجاه وادي عبدون وعبدون وصولا للخامس. على العموم فاصل مشاهدينا، نرجع واياكم وموجز لأهم الأخبار. أهلا وسهلا فيكم من جديد. دكت طائرات من سلاح الجو الملكي الأردني لذكرى شهدائنا الذين قضوا في حربنا مساء الجمعة الثالث من شباط، دكت ضد الإرهاب أهدافا مختلفة لعصابة داعش الإرهابية في الجنوب السوري، منها موقع عسكري كانت قد احتلته عصابة داعش المجرمة وكان يعود سابقا للجيش السوري. وقامت مقاتلات سلاح الجو الملكي بتدمير مستودعات للذخيرة ومستودع لتعديل تفخيخ الآليات وثكنات لأفراد من عصابة داعش الإرهابية المجرمة باستخدام طائرات بدون طيار وقنابل موجهة، وأسفرت العملية عن قتل وجرح العديد من عناصر العصابة الإرهابية. وتأتي هذه الضربات استمرارا لجهود المملكة الأردنية الهاشمية للقضاء على العصابة الإرهابية. نتابع التقرير التالي. ضربة الإرهاب والدفاع عن سيادة حدود المملكة الأردنية الهاشمية، وقد قامت مجموعة من طائرات F-16 السرب الأول المقاتل بمهاجمة مواقع للتنظيم الإرهابي. استهدفت طائراتنا مستودعات ذخيرة حيث تمت المهمة مساء يوم الجمعة الموافق 3 شباط 2017 لذكرى شهدائنا الذين قضوا في حربنا ضد الإرهاب، واستهدفت مستودعات لتعديل وتفخيخ الآليات. تم تدمير الأهداف باحترافية عالية حيث يتطلب هذا النوع من المهمات الليلية تخطيطا واستطلاعا، وقد تم تنفيذ المهمة من قبل طياري سلاح الجو الملكي وبإشراف مباشر من القيادات العسكرية الأردنية. واستهدفت ثكنات أفراد عصابة داعش الإرهابية المجرمة مستخدمة قنابل موجهة ذكية، واستهدفت مستودعات لتخزين الوقود. كما شاركت في المهمة طائرات أردنية بدون طيار للتأكد من تدمير كافة المواقع المستهدفة بنجاح، حيث أسفرت العملية عن قتل وجرح العديد من عناصر التنظيم الإرهابي إضافة إلى تدمير عدد من الآليات. نقسم بكل ما قدم هذا الوطن من تضحية يا معاذ أن نخلص أبناءه من شرور الإرهاب فوق كل أرض وتحت كل سماء، محراب عز الأردن وعزنا. وقال وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات أن اللجان الفنية قامت بحصر الأضرار الأخيرة والتي لحقت بالمزارعين نتيجة الصقيع في شهر تشرين الثاني الماضي، مؤكدا أنه سيتم تعويض المزارعين المتضررين. وأضاف الحنيفات خلال مؤتمر صحفي عقده أول من أمس أن على الحكومة توجيه صناع القرار لتحفيز القطاع الزراعي، مبينا أن وزارة الزراعة لها دور في الاقتصاد المحلي وهي رافد مهم من الروافد الاقتصادية. وأوضح أنه يجب العمل على مأسسة العمل الزراعي بعيدا عن الفزعة وابتداء من عقلية المزارع لتمتد إلى النمط الزراعي، وذلك لأن سلسلة التسويق يوجد فيها كثير من التشويه إلى أن تصل إلى المستهلك المحلي أو المستهلك الخارجي. قالت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية أنها تسلمت يوم السبت تعليمات جديدة مؤقتة من إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية تسمح للمسافرين من سوريا والعراق واليمن وليبيا والسودان والصومال وإيران والذين يحملون جميع فئات التأشيرات الأمريكية وكذلك حملت البطاقات الخضراء تسمح لهم بالدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأشارت الشركة في بيان لها أن هذه التعليمات تعتبر سارية المفعول اعتبارا من يوم أمس 4 شباط، موضحة أن التعليمات الجديدة تلغي قرار الرئاسة الأمريكية السابق الذي قيد في 29 من كانون الثاني الماضي الدخول إلى أمريكا من الجنسيات المذكورة بشروط محددة تعتمد طبيعة وثائق السفر التي بحوزة المسافرين.
وفي خبرنا الأخير من هذا الموجز، ذكر مصدر أمني عراقي يوم أمس السبت بمقتل وإصابة عدد من عناصر داعش الإرهابي أو تنظيم داعش الإرهابي وإلحاق خسائر أخرى خلال قصف لمطار الموصل. وقال العقيد بشرطة الموصل أحمد فتحي أن طيران التحالف الدولي قصف يوم السبت بشكل مكثف مطار الموصل في الساحل الأيمن لمدينة الموصل، وأسفر عن مقتل 5 عناصر وإصابة 6 آخرين بجروح، مشيرا إلى أن التنظيم أو تنظيم داعش الإرهابي فرض إجراءات مشددة على موقع المطار. إلى هنا يعني بنوصل وإياكم لنهاية هذه الحلقة من برنامج حديث الصباح، بداية أسبوع عمل وبداية أسبوع إن شاء الله إيجابية بتحمل معها كل السعادة وهدات البال للجميع. غدا لقاء آخر في حديث الصباح، ودائما عبر شاشتكم الأردن اليوم 7 صباحا، في أمان الله.